السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الاختبار التاني لتصحيح الأخطاء. طيب، هو هنا مديني بروجرام، قال لي what do you think، برضه نفس النظام زي الفيديو اللي فات. The programmer who wrote the following code wanted it to do. كتب لي print 1 2 3، بس خدوا بالكم كاتبها لي ازاي بالمنظر ده. طيب، قبل ما نشوف الكلام ده صح ولا غلط، طبعا هنكتب هنا البروجرامرز اللي عايز يعمله ان هو يطبع print numbers from 1 to 9، عايز يطبع لي الاعداد من رقم 1 لـ9. طيب تعال نشوف مع بعض هنا بقى السؤال التاني. Do you think this code will work? Why or why not؟ هل الكود ده هيتنفذ؟ تعال نشوف مع بعض يا شباب. print 1 دي تمام، مفيش ما بينها مسافات، هي المسافة عشان تفصل كلمة print عن الفاليو اللي هيطبعها. انما هنا مسافتين، هنا اهو السبلاين بيدي نقطة كده على المسافة، هنا 3 مسافات، هنا 4، هنا اكتر، تمام اهو. هل المسافات دي هتدينا ايرور ولا هيطبع مسافة ولا؟ تعال نشوف مع بعض. انا لو جيت عملت سيف، تمام، وجينا نطبع، او سوري كنترول بي، ايه ده؟ ده طبع فعلا، ما طلعش المسافات خالص اهو، طبع لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حتى ما ادانيش ايرور، تمام، ما ادانيش اي خطا. معنى كده ان هو بيتجاهل المسافات المكتوبه دي، تمام. انما لو جانا جيت قبلها كده عملت مسافه خلاص، وجينا نعمل كنترول بي، هيديني ايرور، ما ينفعش. انما المسافه ما بين كلمه، نقفل بس الايرور، ما بين كلمه برنت وما بين الحاجه اللي هتتبع، لو حطينا كذا مسافه دي مش هتفرق معاه في اي حاجه. خلاص كده يا شباب. يبقى هنا هقول له will work interpreter ignore this space، ان البروجرام فعلا او الانتربريتر هيشغل البروجرام فعلا ويتجاهل المسافات. ماشي يا شباب، تمام. نتقابل ان شاء الله في الاختبار اللي بعده في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.